السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المشهد السوداني. تزايدت الأزمة واستفحلت في عاصمة البلاد، تسربت الكوادر الطبية من المراكز والمستشفيات، وذلك بسبب نقص المستلزمات والمعينات، حيث أصبح الموت يتربص بالمرضى بأزقة الخرطوم وشوارعها. حظر جديد أعلنت عنه اللجنة الطبية للطوارئ الصحية، والحجة واحدة: مكافحة فيروس كورونا. الحظر الجديد يعتبر الرابع منذ بداية أزمة كورونا في السودان، والتي كان سببها فتح الحكومة للمنافذ والمطارات، وفي كل مرة يتجدد الحظر ويكون المتضرر واحدا، المواطن بكل بساطة. في هذه الحلقة مشاهدي الكرام، لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي داخل الاستوديو الباحث في الشأن الأفريقي الدكتور حسن سلمان. دكتور مرحبا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بالمشاهدين. دكتور، هل صحيح ما يشاع من اتهامات لوزير الصحة بأنه يتخذ قرارات أحادية حسب ما ذكرت الصحفية في صحفية لينا يعقوب عندما تحدثت في خطاب في عمودها الأخير أو كتابتها الأخيرة عن وزير الصحة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حقيقة بدأت تتزايد وتتنامى الانتقادات والمآخذ عموما على وزير الصحة الاتحادي في السودان، وكانت على الأقل في الفترة الماضية يعني هي عبارة عن مآخذ واتهامات وتصعيد مضاد بينه وبين عناصر في المجلس السيادي، وبينه وبين عناصر في مجلس الوزراء، مثل مشكلته مع وزير المالية. ولكن بدأت أيضا الآن تطال الإعلام والإعلاميين، وأيضا تهمة أنه صار يعني ينفرد بالقرار في وزارة الصحة وأنه لا يشرك الآخرين. أيضا يبدو بدأت هذه الأصوات من داخل وزارة الصحة نفسها، يعني نعم، لم تعد القضية فقط هي قضية إعلاميين أو انتقادات آخرين له. وهذا في حقيقة الأمر واضح جدا أن إدارته لوزارة الصحة من خلال على الأقل كل هذه المآخذ التي على الأقل نراها ونسمع عنها، واضح أن الرجل هنالك مشكلة في طريقة إدارته وطريقة تعامله على الأقل باعتباره وزير لصحة في مرحلة على الأقل حرجة. ونعرف نحن وزارة الصحة بشكل عام لا تأخذ أهميتها بشكل كبير إلا في الأزمات، يعني كما هي الأزمة الحالية على الأقل، وأخذ فيها على الأقل وزير الصحة نوع من الاهتمام، وكان بحاجة في تقديري إلى أن يتعاطى مع هذا النوع من الأزمات بشكل أكثر طيب مهنية. دكتور حسن، هذا الانفراد في اتخاذ القرارات هل هو السبب وراء أن يستقيل عدد من مدراء الإدارات الطبية، وآخرهم كان بروفيسور شاكر رئيس مجلس التخصصات الطبية؟ حقيقة يعني أنا فاجأني طبعا موضوع استقالة 5 من مدراء تقريبا مدراء أساسيين في وزارة الصحة، ولا أعتقد أن المسألة بسيطة، يعني لما أنت 5 مدراء أقسام رئيسية في وزارة الصحة الاتحادية يقدمون استقالاتهم وهم عبارة عن خبرات طبية وخبرات كذلك إدارية على الأقل في وزارة الصحة، لا أعتقد أن المسألة بسيطة، وخصوصا ما ضمن على الأقل في الإطار العام الآن على الأقل ما قرأناه وتابعناه من خلال الوسائط الاجتماعية ومن خلال الإعلام. عللوا على الأقل مشكلات أو سبب استقالتهم بقضية انفراد وزير الصحة بالقرار، وعللوا كذلك بغياب الوضوح في المسؤوليات وأيضا غياب الأولويات في الوزارة، يعني مجموعة أسباب في تقديري أدت إلى استقالة هؤلاء المدراء على الأقل في وزارة الصحة. فعلى كل تتنامى في تقدير الآن مشكلة وزارة الصحة، لم تعد القضية قضية أدوية فقط، ولكن يبدو أن مشكلة هيكلة كاملة داخل وزارة الصحة الاتحادية. طيب دكتور، بالإضافة إلى أن رئيس مجلس التخصصات الطبية لم يسلم الاستقالة إلى وزير الصحة، بل قام بتسليمها إلى رئيس الوزراء رئيس وزراء حكومة الخرطوم حمد كما، دلالة هذه الخطوة؟ طبعا من ناحية إدارية هي فيها إشكالية، على كل الاستقالات تقدم عموما للرئيس المباشر، لكن أن تقدم لرئيس الوزراء واضح أن المأخذ أول بالنسبة لمسؤول الدائرة أنه مأخذ كبير، وفي نفس الوقت ربما يكون سلك جملة من الخطوات في سبيل على الأقل تعالج المشكلات داخل وزارة الصحة، وربما قوبلت على الأقل مآخذ هذا الرجل بنوع من التجاهل وعدم الرد الإيجابي على الأقل تجاه ما قدم، وبالتالي كأنما أراد
أن لا تقتل على الأقل مسببات استقالته في إطار وزارة الصحة. ويمكن طبعا الاستقالات معروفة، إذا قدم شخص استقالة وقبلها الوزير تقتل بطبيعة الحال ولا تأخذ حظها من الرأي العام. فبما أن المسألة على الأقل مشكلات وزارة الصحة أخذ الطابع الآن، طابع على الأقل فيه نوع من مشاركة الرأي العام في مشكلة وزارة الصحة، أعتقد أيضا هذا التقديم لرئيس الوزراء فيه نوع من التصعيد ونقل المشكلة على الأقل من الإطار الداخلي للوزارة إلى الإطار العام في مجلس الوزراء. دكتور، هناك شيء ذكرت الصحفية نازك شمام أنها حاولت التواصل مع وزير الصحة في هاتفه الخاص بحكم أنه لا يتردد كثيرا على الوزارة، فكيف لوزير أن لا يتردد على الوزارة وهذه شهادة من صحفية وكتبت ذلك؟ أليس من الأجدر أن يتواجد هذا الوزير في هذه الظروف التي تتعلق بالوضع الصحي والبلاد في حالة طوارئ؟ أليس من الأجدر أن يتواجد في وزارة الصحة 24 ساعة على مدار 7 أيام في الأسبوع؟ لعلك تذكر منذ أشهر بدايات كورونا نبهنا إلى هذه المسألة وقلنا بأن وزير الصحة لا يرابط في وزارة الصحة نهارا مطلقا، والمسألة شبه مشاعة ومعروفة، حتى أنه لا يشارك في اجتماعات اللجنة الطبية في ويديرها عضو مجلس السيادة تقريبا نيابة عنه. أو فقضية غياب هذا الرجل منذ بداية الكورونا، سواء بحجة أنه وضعه الصحي لا يسمح أو بحجة أنه نهارا لا يتحرك، على كل هذه المشكلة ليست جديدة يعني، لكن للأسف الشديد بالرغم من أن قناة طيبة في وقت مبكر تناولت هذا الموضوع ونبهت إليه، وكانت تتوقع ربما يكون على الأقل هنالك نوع من لفت النظر إلى هذا المسار، تصحيح المسار، ولكن واضح إذا كان حتى هذه اللحظة يشكو الإعلاميون من أن الرجل لا زال لا يرابط في وزارته، فمعنى ذلك أن هنالك فعل مشكلة حقيقية في إطار وزارة الصحة، وخاصة الآن من ناحية عملية تأخذ وزارة الصحة الأولوية الكبرى من حيث الأهمية والمرابطة. فيمكن أن يقال في مثل هذه الأجواء أحيانا يمكن وزير الصحة يرابط في الوزارة 24 ساعة يعني، هو الآن يعتبر الرجل الأول الذي يدير البلاد حاليا. نعم، اعتبار أن البلاد في أزمة وأزمة أزمة صحية، وبالتالي يكاد هو الرجل الأول. فعلى كل يعني مسألة غياب الرجل عن الوزارة ثم ما نراه الآن من مشكلات داخل الوزارة، استقالات بعدد مش بسيط يعني داخل الوزارة، واضح أن الأزمة ليست أزمة كما كنا نتكلم أزمة غياب الدواء وشح الدواء وغياب الإمكانات، ولكن واضح أن الجانب الإداري في الوزارة أيضا فيه مشكلة. يا دكتور، بمناسبة غياب الدواء، الرجل كان يعاني من مشكلة في ظهره ولم يجد العلاج وأعلن ذلك، فربما هو يجلس في البيت بسبب أنه لم يجد العلاج الذي يستخدمه للألم الذي في ظهره، وذلك يرجع إلى غياب الأدوية في السودان، فماذا تظن؟ على كل منطق المسؤولية يقتضي أنه إذا كان عاجزا عن ممارسة مهامه للمرض ولشح الإمكانات ولغياب الدواء، فإن منطق المسؤولية يقتضي عليه أن يقدم استقالته وأن يحيل، لأن هذه مسؤولية وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: لئن عثرت بغلة في شواطئ العراق لسألني الله سبحانه وتعالى لم أمهد لها الطريق. كل ما يجري الآن في السودان على الأقل على مستوى المواطنين وصحتهم يقع بشكل مباشر على وزير الصحة باعتباره المسؤول الأول في وزارة الصحة. فقضية إذا كان والله هو مريض عليه أن يقدم استقالته ويحيل الملف لمن هو أجدر لمن هو أجدر وأقدر يعني. أيضا أضافت الصحفية نازك شمام بأن الوزير اعتذر عن الخروج على القناة التلفزيونية، ولكنه بالمقابل خرج في لايف على الفيسبوك لرابطة في برنامج الزوم لجالية أبناء النوبة في الخارج. أبناء النوبة هؤلاء يعتبروا بني جلدته أو قبيلته أو أقربائه، فهل كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ رجل يعتذر أن يخرج على الإعلام في هذا الظرف ويخرج في 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 وسائل تواصل اجتماعي على ولفئة محددة، هل هذا يعتبر من باب المحسوبية أم هذا من باب فشل إدارة الدولة أم هذا من باب عدم تقدير الموقف؟ للأسف الشديد عموما في دولنا في العالم الثالث هذا النوع من الأداء نواجهه كثيرا يعني، غياب على الأقل البعد القومي لدى كثير من يتصدرون الشأن العام،
ومحاولة على الأقل تسويق الذات وتسويق الأداء من خلال على الأقل قنوات غير رسمية. هذه على كل هي حالة ربما تجتاح كثير من دول العالم الثالث لغياب المؤسسات وغياب أيضا الحالة على الأقل حالة الوعي في المجتمعات بشكل صحيح، ثم أيضا غياب الشفافية للرأي العام، فهو يتجنب الوسيلة الرسمية الوسيلة على الأقل العامة للدولة ويتعاطى مع وسائل أخرى غير رسمية. فهذه على كل لا تتناسب، أقل ما نقوله هي لا تتناسب روح الثورة التي فيها الشفافية وفيها الحريات وفيها على الأقل أن يكون الإنسان الوزير بالذات يكون واضحا مع الناس متواصلا معهم، وأن يكون كل ما هو مطلوب على الأقل يبث في إطار التلفزيون الرسمي أو الجهة الرسمية في داخل الدولة، حتى يكون المواطن على الأقل مرأة ومسمع مما يجري في داخل دولته. طيب يا دكتور، الآن هذا الوزير لا يخرج، لا يتواجد في الوزارة ولا يرد على الهاتف، وأيضا لا يخرج على التلفزيون ولا يتواجد في الإعلام، فكيف يمكن أن يقال بأنه يقوم بواجبه؟ على كل هي واحدة من الإشكالات الكبرى أنا في تقديري لطبيعة تشكيل الحكومة الحالية، طبيعة المحاصصة، أن يقف خلف كل وزير حزب من الأحزاب وهو يعتبر أن هذه عبارة عن ضيعة بالنسبة له، لا يمس هذا الوزير لأن هنالك حزب يقف من ورائه، وإذا مس هذا الوزير فإنه قد مست على الأقل حالة المشاركة لهذه المحاصصة الموجودة. وبالتالي يمكن أكثر من مرة ذكرنا بأن غياب الحكومة المحايدة والمستقلة وأصحاب الكفاءات، وأن يكون رئيس الوزراء له مطلق الحرية الكاملة في أن يعزل من يراه من الوزراء فاشلا أو عاجزا أو غير قادر على، ولكن ليس هذا فحسب يا دكتور، أيضا هنالك الصحفية المعروفة لينا يعقوب حاولت أن تتواصل مع الوزير عن طريق الواتساب بما أنه لم يرد على الهواتف ولم يخرج على القنوات الفضائية، أرادت أن تأخذ منه بعض المعلومات فحضرها على الواتساب. هذه واقعة شهيرة الآن في السودان، كل وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عنها، فكيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ على كل هي كما ذكرت أنا مسألة أن الوزير يتجنب الآن على الأقل وفق المعطيات اللي كلنا الآن نتابعها، سواء تعامله مع من تحته، تعامله مع قرنائه أو على الأقل من يوازنه في الرتبة كوزير المالية، مشكلاته على مستوى أعضاء مجلس السيادة، واضح أن الرجل عموما في تعاطيه على الأقل بشأن الوزارة وقضاياها ومشكلاتها ليس على استعداد أن يكون شفافا وواضحا وأن يتعاطى مع الإعلاميين، والإعلاميين معروف طبعا هم ينقلوا على الأقل الصورة، وهم السلطة الرابعة ينقلون على الأقل الصورة بشكل واضح إلى الرأي العام، وبالتالي الرأي العام أيضا سيكون له حكمه على الأقل على أداء الوزارة من خلال ما ينقل من وزير الصحة. أيضا هنالك خبر أريد تعليق منك، والي الخرطوم يوسف الضي الذي تتبع له وزارة الصحة الولائية كان من المقرر أن يشهد تسليم وتسلم المدير السابق الفاتح عثمان والحالي حمدان مصطفى حمدان، ولكنه رفض، أي هذا والي الخرطوم رفض استقبالهما بحجة أن أكرم التوم لم يخاطبه بصورة رسمية أو يرسل لمكتبه قرارا، إنما تفاجأ بالأمر في وسائل التواصل الاجتماعي. دكتور، الآن السودان يدار من وسائل التواصل الاجتماعي، هناك عملية تسليم وتسلم، والي الخرطوم لم يسمع بها إلا في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى الوزير لم يكلف نفسه بأن يراسل أو يكتب أو حتى يتصل بالوالي ويخبره بأن هنالك عملية تسليم وتسلم. هذه ربما تؤكد لنا النقطة الأولى التي وقفنا عندها، مسألة أن الرجل يعني طريقة إدارته وانفراده تقريبا بشؤون الوزارة وغياب المؤسسية داخل الوزارة، ومن الصعب جدا كما يقال أن علم الإدارة بشكل عام يقوم على قضايا التفويض، فإذا لم تكن هنالك على الأقل مهام يتم تفويض الإدارات التحتية لها، أعتقد أن هذه النوع من الخطابات وهذا النوع من الأداء يتطلب مجموعة وحشد كبير جدا من الإدارات التي تستطيع أن تمرر هذه القرارات من خلال الوسائل على الأقل الإدارية المعروفة. ولكن يبدو أن الرجل حتى هذه اللحظة ما أنه لم يستوعب بعد السيستم وطريقة على الأقل عمل الوزارة في تعاملها مع المؤسسات الأخرى، أو طريقة تنزيل على الأقل القرارات إلى المستويات التحتية. فعلى كل هي واضحة تؤكد يمكن النقطة الأولى في أن هيمنة الرجل على هل لا يزال الرجل يظن أو يفكر بأنه ناشط لم يرتقي إلى درجة الوزير؟ على كل صفة الناشطية هذه لم تفارق كثير من يعني رآه البعض عندما سافر إلى كسلة أو إلى القضارف كان يحمل حقيبة في ظهره وهو وزير. نعم على كل هي قضية صفة الناشطية وطريقة
الأداء العام في إطار الدولة وفق منطق النشطاء هي حالة على كل لا زالت في تقديري سائدة، ولم تأخذ بعد حكومة حمدوك على الأقل بعدها المؤسسي بشكل كبير، ولا زال الناس على الأقل تحت التدريب يعني. دكتور، أيضا هناك وشهد شاهد من أهله مدير عام صحة ولاية الخرطوم السابق الفاتح عثمان يخرج عن صمته ويصرح ويقول بأن أكرم يجافي المهنية. ما الذي تعنيه هذه التصريحات من مدير عام صحة ولاية الخرطوم السابق؟ هذا الرجل استقال قبل فترة لم تكن بالطويلة. على كل المآخذ اللي الآن على وزير الصحة أكرم هي عدة قضايا، أنا لا أعرف بالتحديد ما الذي يعني هذا الرجل فيما يتعلق بقضية المهنية. هل يعني يرى مثلا أن طريقة تعامل أكرم وزير الصحة تجافي الحقيقة فيما يصرح به من قضايا التمويل مثلا، أم أن لا يتعامل بها مهنية في الأرقام والأعداد التي تتعلق بالكورونا، أم أنه مثلا يعمل على توظيف مسألة ظاهرة الكورونا فيما يتعلق بالتوظيف السياسي. على كل هذا الأمر فيه جملة من القضايا التي على الأقل تثير التساؤلات حول طريقة أو على الأقل تقييم هذا الرجل لأداء وزير الصحة الاتحادي. دكتور، كل ما ذكرنا من هذه الأفعال وهذه التصريحات وهذه الشهادات من مسؤولين ومن زملائه الذي هو قام بتعيينهم والآن قدم استقالاتهم، هل هذه تدل على أن الرجل غير مسؤول، أو أنه كل الإحصائيات التي خرجت عن كورونا هل يعتبر أن هنالك طعن في هذه النتائج وهذه الأرقام؟ على كل موضوع الإحصائيات أظن في أكثر من حلقة نبهنا إلى أن ليس هنالك تقريبا يعني معلومات موثقة ومؤكدة وبعيدة عن التوظيف وبعيدة على الأقل من التسييس. يعني حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نطمئن بشكل كافي إلى كل ما يخرج من وزارة الصحة، وخصوصا من خلال الآن هذه التصريحات التي يصرح بها عناصر في وزارة الصحة، سواء كانوا إدارات سابقة أو كانوا على الأقل إدارات الآن كانت موجودة على رأس الوزارة وهي الآن قدمت استقالتها. على كل تثير كل هذه التصريحات وكل هذا الضخ الإعلامي يثير الكثير من التساؤلات حول مصداقية الأعداد التي تخرج من وزارة الصحة فيما يتعلق بالأرقام المتعلقة بالكورونا. ولكن دكتور، كيف تنظر حكومة الخرطوم إلى هذه الأفعال وهناك الآن فشل في الوضع الصحي في البلاد بصورة مزرية جدا؟ كيف ينظر الحكومة وأنها حتى الآن لم تتخذ أي إجراء ضد كل هذه الأفعال فقط هي تنظر؟ والله واضح الحكومة مشلولة، يعني أنا في تقدير الحكومة مشلولة. للأسف الشديد تصور نحن الآن أكثر من 10 أيام أسبوعين الناس تقريبا تعاني من مشكلات على مستوى الوزراء، وزير الصحة مع وزير المالية، مشكلات على مستوى الحاضنة السياسية في تجمع المهنيين، مشكلات على مستوى الحاضنة السياسية الحرية والتغيير، ومع ذلك لم نجد على الأقل خروج لرئيس الوزراء بشكل حقيقي يستطيع على الأقل أن يظهر فيه للرأي العام ويبت تقريبا في هذه الإشكالات كلها، لا على مستوى على الأقل تصريح للرأي العام أنه والله وقف على ما دار ما بين وزير الصحة ووزير المالية واستطاع أن يحل المشكلة، مع أن عدد من القيادات في الحرية والتغيير ناشدوا رئيس الوزراء بضرورة التدخل وأن يعمل على حسم هذه. على كل للأسف الشديد يعني لاحظنا كيف أن الملف السلام، ملف الاقتصاد يعني مأخوذ تقريبا من قبل حميدتي وهو الذي يكاد يكون الأول والأخير فيه. ملف الصحة نلاحظ الآن كيف أن رئيس وزير الصحة يكاد يكون منفرد به. الإشكال المالي أيضا وزارة المالية والإشكالات التي أوردها وزير الصحة عليهم، كل ذلك على كل في غيبة تامة لرئيس الوزراء ولا نكاد نجد له على الأقل حس ولا خبر. يا دكتور، كيف يخرج وزير رئيس وزراء حكومة الخرطوم وهو بصفته خبير اقتصادي وهو أيضا فاشل، أو البعض يقيم بأنه فشل في إدارة الملف الاقتصادي، إدارة الحكومة، حتى أنه أصبح يعين العسكر لرئاسة كاللجنة الاقتصادية العليا، كاللجنة الطبية العليا؟ والبيت الشعر يقول: إذا كان رب البيت للضف ضاربا فشيمة أهل البيت الرخص والطربي. هو صحيح على كل، لكن نحن دعنا حتى نكون أكثر إنصافا مع رئيس الوزراء.
إذا اعتبرنا على الأقل الآن المسؤولية المباشرة لمسألة الاقتصاد وإدارة الاقتصاد هو معني بها وزير المالية، وحمدوك حتى لو كان رجلا اقتصاديا لم يحال له الملف الاقتصادي ولم يكون وزير للمالية، مع أنه هو باعتبار على رأس الوزراء سيؤاخذ على كل شيء، لكن دعنا نقيمه فقط باعتباره رئيس وزراء، ومهمته الآن على الأقل التنسيق بين الإدارات ورسم الاتجاهات العامة للدولة والإيقاع على الأقل توحيد الإيقاع في الوزارات. هذه تقريبا أنا في تقديري التي يمكن الآن أن نقيم بها حمدوك. نلاحظ خلال الفترة الماضية ليست قضية الملف الاقتصادي فقط، ولكن الأداء العام واضح أن فيه إشكالات تقريبا كبيرة جدا، مما يعني أن المشكلة ليست في أنه والله فشل في الملف الاقتصادي، ولكن واضح أن الفشل ربما أكبر وأعم على مستوى إدارة الدولة في مجملها. ولكن تقول هذا الفشل لإدارة الدولة بمجملها، اليوم أعلن تمديد حالة الطوارئ في البلاد لعشرة أيام، كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ والله أنظر إلى الخطوة بأن الحكومة لا تملك شيئا الآن سوى التمديد وسوى حظر الشعب في بيوته، يعني ليس هنالك ما تملكه لا على مستوى أن تقدم على الأقل الدواء الكافي ولا تهيئة المستشفيات بشكل صحيح ولا على الأقل إدخال الأدوية. خلال حلقاتنا السابقة وضحنا كيف أن الأزمات الصحية أزمات خانقة وكبيرة، رأينا كيف أن الأطباء يكاد يكون اختفوا تماما من المشهد الصحي، وحصلت على كل كثير من الإخفاقات في هذا الاتجاه. فواضح أن الحكومة لا تستطيع أن تملك شيئا سوى أنها والله تمد في مسألة الحظر، وهنالك طبعا نلاحظ بأن هنالك تنامي في حركة الشارع والرفض على الأقل للسياسات، وخصوصا أمامنا الآن ربما يعني دعوات كثيرة جدا لمسيرة ربما قادمة. فواضح أن الحكومة حقيقة تخشى من حركة الشارع، وبالتالي ليس أمامها إلا فعلا هذا النوع من الأداء اللي هو محاصرة الناس في دكتور بيوتها. حسن يبقى معنا الآن تنضم إلينا من السودان من الخرطوم الأستاذة الصحفية لينا يعقوب. أستاذة لينا مرحبا بكم. مرحبا بك ومرحبا بك. الله حيك أستاذة لينا، ما مدى صحة ما قرأنا وسمعنا عن أن وزير الصحة قام بحظرك عندما أردت أن تتحدثي معه في بعض الأشياء التي تتعلق بأداء الوزارة وأنشطتها التي تقوم بها خلال هذه الأيام؟ هذا الخبر ما بين مكذب ومصدق، نريد أن نسمع ماذا حدث بالضبط. نعم، هو الذي حدث عندما كنا نعمل في تحقيق طلبنا فيه من مكتب الإعلام في الوزارة أن يرتب لنا لقاء مع الوزير أو مع الوكيلة لعرض بعض الاتهامات التي عرفناها من خلال التحقيق، لكن لم يكن هناك أي تجاوب. بعد ذلك بعد أن ترددنا على الوزارة أكثر من مرة قمنا بمراسلة الوزير عبر تطبيق واتساب، والمعلومة أن تطبيق واتساب هو أحد وسائل الاتصال والتواصل والحصول على المعلومة، مثله مثل تويتر فيسبوك وغيرها من التطبيقات. هو قرأ الرسالة، ويمكن أن تقرأ الرسالة ويمكن أن تتجاهلها. هو قرأ الرسالة ولكنه قام ب تحويل عمود كنت قد كتبته قبل ذلك، وقام بتفعيل خاصية الحظر حينما رددت على فكرة أنه قام بتحويل العمود لي، وجدت بكل بساطة أنني محظورة. لكننا لم نيأس، يعني طلبت من زميلة صحفية تعمل معي في التحقيق أن تحاول بدورها، وتواصلت معه ولمدة يومين لم يستجب لها، رغم أننا أشرنا إليه بالأسئلة وطلبنا منه حتى إن كان مشغول أن يرد عليها كتابة أو حتى بالصوت. نعم. الفكرة الأساسية في هذا التحقيق، نعم، أن الوزير اتهم أيضا، هذا محور من محاور التحقيق، أنه اتهم مدراء سابقين بعدم الأمانة. صحيح. لكن التقارير التي حصلنا عليها لم تشير إلى ذلك. نعم. ولماذا أستاذة لينا وإلى ماذا أشارت هذه لأنه رفض التجاوب معنا. أستاذة لينا وإلى ماذا أشارت هذه التقارير؟ هذه التقارير أشارت إلى عجز استلام ولاية الخرطوم إلى من المستلزمات الطبية من الصحة الاتحادية. المعلومة أن الوزير قال أنهم قدموا للولايات جميع المستلزمات المطلوبة، وأن هذا العجز ظهر في ولاية واحدة، كان يقصد ولاية الخرطوم، وتحدث عن عدم أمانة ونزاهة
الذين يعملون أو مدراء الإدارات الذين قام هو بتغييرهم وعين آخرين. التقارير لم تشر إلى أنهم قدموا الاحتياجات الحقيقية، التقارير أشارت إلى أن هذه الولاية قامت بالتصرف بالذهاب إلى عدد من الجهات والحصول منهم على كثير من التبرعات والمعينات لتسيير عمل المستشفيات، ونحن نعلم أن المستشفيات كانت تعاني الأمرين من إضراب الكادر الطبي، نعم، من عدم توفر المعينات الطبية وملابس الوقاية وكثير من الأجهزة. فظهرت في هذه التقارير أن الولاية هي تذهب إلى جهات خيرية، إلى مصانع، إلى شركات، إلى بنوك، إلى غيرها، تحاول أن تطلب منهم أن يعينوها على سد حاجتها من المستشفيات، ومع ذلك كان هناك عجز. هذا محور واحد، نعم، من المحاور التقارير نحن نعلم من التحقيق. هناك محاور أصلا أخرى تتحدث عن إقالات واستقالات، هناك من يقدمون استقالاتهم إلى الوزير والوزير يقوم بإقالتهم، نعم. هناك معاناة حقيقية للمرضى، ما الذي كان يحدث في هذه المستشفيات ولماذا هذا التدهور الذي حدث، نعم. نتحدث عن الإمدادات نفسها، الإمدادات الطبية وأزمة، نعم، الدواء. نحن لم نتعمق في هذه الحلقة كثيرا في الدواء، ولكن مسؤولة الإمدادات الطبية كشفت عن كارثة حقيقية ستواجه عملهم وستتمثل في شح أدوية كثيرة منقذة للحياة مثل الإنسولين والتخدير وأنواع أخرى، الضغط والسكر وغيرها من الأدوية، نعم، ستعاني البلاد فيها من شح حقيقي لوجود عجز في هذه الميزانية ووجود أيضا ديون. هم الآن يتحدثون أنهم يتعاملون مع الشركات ترسل إليهم الأدوية بالدين، وأن هذا الدين في مع بعض الشركات وصل إلى 4 و5 أشهر، وهذه الشركات هددت أنها لن تتعامل ولن ترسل أي أدوية أخرى وأنها تطالب بسداد. أستاذة لينا، هل هذه الشركات تتحدث هذه الشركات داخل السودان أم خارجه؟ لا لا، هي الشركات خارج السودان. نعم. السودان معلوم أنه هنا لا يصنع إلا أنواع معينة من الأدوية، أما الأدوية المنقذة للحياة وأنواع، نعم، كثيرة من الأدوية تستوردها الإمدادات من الخارج. أستاذة لينا، أنت كصحفية كيف تقيمين دور وزارة الصحة في الفترة التي منذ بدأت كورونا وحتى الآن منذ مارس الماضي؟ ما لاحظناه أنها بدأت بصورة جيدة، لكن سريعا بدأت الإخفاقات تتوالى في شكل الإدارة، في شكل السياسة، في شكل التناغم. ظهرت التفاصيل الصغيرة وطغت على الأشياء المهمة والأشياء الكبيرة. ظهر أن هناك ضعف في المتابعة، ضعف في التوزيع، كانت هناك قرارات كثيرة خاطئة وتراجعت عنها وزارة الصحة، أنها مثلا تقوم بمنع أطباء الامتياز من العمل ثم تعود وتسمح لهم بالعمل وتتراجع عن قرارها. تقوم بتفاصيل كبيرة هي تكتشف لاحقا أن هذا القرار لم يكن صحيح. بالتالي ظهرت أن هناك تخبط في سياسات الوزارة الاتحادية، وهناك أيضا تقاطعات كبيرة بين الاتحادية والولائية. ما مدى صحة خروج بعض الأدوية التي تتعلق بكورونا إلى الأسواق وتباع تجاريا؟ حتى هذه اللحظة هذه المعلومات غير مؤكدة بنسبة كبيرة، باعتبار أن الجهات الرسمية التي قامت بالتحقيق لم تعلن ذلك، هي مجرد تسريبات جميعنا لاحظناها واطلعنا عليها في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن تسريبها سمعناه أنه تم في ولايتين، ولكن الإمدادات حتى هذه اللحظة وهي جهة تدخل في هذا التحقيق قالت أنها لم ترصد، رصدت أن جميع الأدوية التي أخرجتها من المخازن ذهبت إلى الولايات وأنه لم يحدث أن هناك تسريب. بالتالي في الحقيقة لم نقف يعني عند هذه الولايات حتى نتأكد إن كان هذا الحديث صحيح بنسبة كبيرة أم لا. أستاذة لينا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. دكتور حسن سلمان، سمعنا حديث الأستاذة الصحفية لينا يعقوب عن أنها هي ومعها الصحفية رشا، نعم، كانت هناك تقارير أو هناك تقرير أو هناك بحث كانوا يعملون عليه وأرادوا التواصل مع وزير الصحة للتأكد من بعض المعلومات، لم يجيب أيضا وحضرهم عن طريق تطبيق الواتساب وهي تعتبر طريقة رسمية للتواصل.
رفض، وعندما تواصل معه لمرة أخرى أيضا رفض حتى أن يجيب على أسئلتهم. فدعنا نتناول هذه النقاط، ولكن كيف تقيم ما قام به وزير الصحة تجاه صحفيين يريدون أن يظهروا حقيقة إلى الشعب؟ أول مسألة امتلاك المعلومة. نعم. وتمليكها من المسؤول السياسي وامتلاكها من قبل الإعلاميين بشكل عام هو من الحقوق الدستورية التي تنص عليها كل الوثائق الدستورية، والإعلام يعتبر واحدة من السلطات اللي على الأقل تمثل في تقديري واحدة من أجهزة المجتمع التي على الأقل يسعى المجتمع من خلالها إلى امتلاك الحقيقة، لأنه في نهاية المطاف الحكومات ما هي إلا تقوم بدور النيابة عن المجتمع في إدارة الشأن العام، وبالتالي حجب أي معلومة أو على الأقل تمليك المعلومة في وقتها الصحيح يؤدي إلى نوع من انتهاك هذا الحق الأصيل في تقدير. نعم. حق امتلاك المعلومة. النقطة الثانية، إذا كان أنت تتحجج أو على الأقل تمتنع عن مسألة تمليك المعلومة والتعاطي مع الإعلاميين بطبيعة الحال، عليك أيضا في الوجه الآخر أن تتحمل ما يقوله هذا الإعلامي بعد ذلك من خلال التحليل، لأنه كما يقال عند الإعلاميين أن الخبر مقدس و يعني يحتاجون إلى امتلاك من خلال الشخص المعني. فإذا لم تملك أنت الخبر الصحيح بطبيعة الحال فإن الصحفي سيلجأ إلى التحليل، والتحليل حر يعني ليس لا وهذا يدل على صحة، بما أن الوزير رفض أن يتحدث عن هذا الأمر وأخبر عنه، هذا يدل على أن ما ذكر في التحقيق على الأقل 100% يكون 90%. نعم، إن الموقف على الأقل الذي ربما أدلى به ليس صحيحا، وبالتالي هو لا يريد أن يقع الآن في حرج مع الإعلاميين. ذكرت بأن ما توصل إليه في هذا التحقيق أن عجز ولاية الخرطوم عن استلام حصتها في المعدات الطبية والأدوية فيما يتعلق بكورونا، وهذا منافي لتصريحات سابقة لوزير الصحة. على كل موضوع الآن المعينات الطبية، منذ يومين تقريبا تشكلت لجنة على كل فيما يتعلق بالتسريب الحاصل من وزارة الصحة ومخازن على الأقل موضوع الأدوية. لم نصل إلى هذه اللحظة، أو على الأقل اللجنة لم تعلن عن النتائج، لكن الاتهام واضح أن هنالك شبه معلومة مؤكدة أن هنالك تسريب حاصل للأدوية بعد خروجها من المخازن. أصحاب المخازن يقولون أن التسريب بدأ يتم بعد أن يصل إلى المستشفيات. ولكن يا دكتور، تسريب هذه الأدوية حسب التحقيق الذي قامت به الأخت الأستاذة لينا يعقوب، قالت بأن الوزارة استدانت أدوية هي لم تدفع منذ أكثر من 4 إلى 5 أشهر، وهذه تعتبر ديون إضافية على السودان. من سيدفع هذه الأموال إذا كان الشعب لم يجد هذه الأدوية وهي تباع في الأسواق؟ على كل موضوع عدم الدفع يكاد يكون الآن حالة مشتركة، حتى وزير الصحة نفسه وهو يخاطب تقريبا وزير المالية بأنهم لم يدفعون من بداية العام، يعني تقريبا من نهاية 2019 6 شهور تقريبا الآن لم يتم الدفع. وربما في خطاب وزير المالية السابق، وزير الصحة السابق، لاحظنا كيف أنه يخاطبه بلغة محددة، إنه والله خلال 48 ساعة إذا لم يتم الدفع فستكون هنالك على الأقل تداعيات. فعلى كل إشكالية أن الاستدانة من الشركات، ضغط الشركات على الوزارة في أنها إن لم تدفع لن تأخذ، وزير المالية ودعواه بأنه والله هو أعطى على الأقل للوزارة ما، فهذه كلها قضايا تستحق على الأقل التحقيق والوقوف عندها من جهات على الأقل معنية. وحاليا على الأقل الجهة المعنية هي الثلاثي اللي هو مجلس السيادة ورئاسة الوزراء وتقريبا الحاضن السياسي اللي هو الحرية والتغيير. يفترض أصلا هذا الملف الآن أن يفتح فيه تحقيق، لأنه يمس حقيقة أرواح المواطنين وسلامة المواطنين، وفي ظل على الأقل الأزمة الراهنة إذا تصاعدت لا قدر الله هذه المسألة فسيكون هنالك تداعيات خطيرة على الدولة السودانية نفسها. طيب يا دكتور، أين ذهبت المعونات التي أتت؟ نحن لن نتحدث عن النقود التي دفعت اللي هي أكثر من نصف مليار دولار، 146 مليون دولار، وكذلك 660 مليون يورو. هذه لا نتحدث عنها، نحن نتحدث عن المساعدات العينية التي أتت من الصين، ذهبت من تركيا، بريطانيا أرسلت، عدد من الدول أرسلت، مصر كذلك أرسلت عدد من الطائرات. أين ذهبت كل هذه المعينات؟ هذه اللجنة التي ذكرتها قبل قليل. نعم. جزء أساسي فيها أنهم يقولون بأن الأدوية التي تم تسريبها
جزء كبير منها جاء من الخارج وتم تقريبا التبرع به من جهات خارجية وهو الآن مفتقد. فحقيقة هذه المشكلة، يعني إذا كان الآن على الأقل في السابق كان كل شيء يعلق على الأقل على قضية الدولة العميقة وعلى قضية أنه والله في أطراف أخرى تسعى لعدم على الأقل نجاح وزير الصحة، حاليا أنت على الأقل خلال الفترة الماضية استطعت أن تأتي برجالك وأن تأتي بمن يخلصون لك، ولاحظت حقيقة في تصريحاته ربما أو في تنويره لبني قومه في مسألة أبناء النوبة كان يتحدث عن أنه والله من كلفهم أو عينهم وجد البعض منهم أنهم غير كفاءة وغير أهل وبعضهم غير أمناء. فهذه المشكلة نفسها يعني يتحملها هو في نهاية المطاف باعتبار أن هو الذي أتى بالرجال وهو الذي كلفهم وهو الذي يعني يكون مسؤولا عنهم بشكل مباشر. فعلى كل إن هنالك مشكلة حقيقية، وليس هم فقط لم يكونوا أمناء، ولكن حسب ما ذكرت الأستاذة لينا يعقوب وكذلك ما ذكر من والي الخرطوم يوسف الضي وكذلك عدد من مدراء الإدارات الطبية، فهو أيضا هو يعتبر بأنه لم يؤدي الأمانة على وجهها الكامل. نعم، هي على كل هي مسألة متراكمة وأكثر من عامل، يعني في تقديري أكثر من عامل، فيها عامل الأمانة، فيها عامل الكفاءة، فيها عامل أيضا المحسوبية، لأنه أصلا ما دام أنك أنت أتيت في هذه المرحلة الانتقالية بنظام المحاصصة وأعطيت كل وزارة لحزب من الأحزاب، بطبيعة الحال سيتسابق هذا الحزب وكفاءاته على الأقل المتاحة له على هذه الوزارة وينال فيها أكبر قدر من الحظوة والاستحواذ. ونعود حقيقة للأسف الشديد من استحواذ حزب واحد على الدولة إلى أنه أنت الآن تقريبا وزعت المحاصصات هذه إلى أن يكون أكثر من كتلة، وفي النهاية سيتصارع هؤلاء على الكعكة الكلية للدولة السودانية. الشارع السوداني يقول الآن لماذا نحن نرى بأن الأمم المتحدة لم تحل أي مشكلة في العالم؟ فهم الآن لديهم نماذج، أكرم كان يعمل في الأمم المتحدة وكذلك حمدوك في الأمم المتحدة ومشكلة السودان تطورت. مشاهدي الكرام، اليوم أعلنت لجنة الطوارئ الطبية بأن تم تمديد الحظر لمدة 10 أيام إضافية. نشاهد هذا التقرير لنسلط الضوء عليه ثم نعود إلى ضيفي داخل الاستوديو. للمرة الرابعة على التوالي تجدد السلطات السودانية حظر التجوال الشامل لينتهي هذه المرة في 29 من الشهر الجاري. يأتي الحظر في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار كورونا، غير أن الخطوة تركت أثرها على أسر تعيش على الكفاف من المجتمع السوداني، بل وضاعفت معاناة رسم ملامحها الفقر والحاجة. ويتطلب الحظر الشامل الذي أعلنته الحكومة لمحاصرة وباء كورونا بقاء المواطنين في منازلهم، الأمر الذي يصعب الحياة على أولئك الذين يكسبون رزق اليوم باليوم والباعة المتجولين. رغم أهمية القرار إلى أن الحكومة لم توفي بالتزاماتها للمواطنين وذوي الدخل المحدود ليبقوا أسر الفقر والحاجة، ويحاولون كسب قوت يومهم عبر كسر قرار الحظر. الشوارع بقت فاضية، ناس ما في، يعني نحن معانين معاناة ما عادية، وغيط دشي الحاصل ونزل الله إنه الله يرفع البلاء. الإغلاق الكامل غير المبرر أثر بشكل كبير اقتصاديا على عدد كبير من العائلات، مما دفع البعض للمطالبة بإعادة الحياة إلى طبيعتها ليتسنى لهم كسب قوتهم وإطعام أسرهم بعد ظروف استثنائية عاشوها لنحو 4 أشهر. تجي تلقى أولادك لا عندهم عيش، الطحين ذات بقى صعبة بمناسبة، ويلا دي الزمن اللي احنا بقينا نخاف ذاته، خايفين لرغبتنا وخايفين لأولادنا في البيت، والزمن ما كافي علينا، يلا دي الشيء بخلينا احنا مجبورين نجي الشغل. التخبط الحكومي بتمديد الحظر غير مبرر الذي صاحبه زيادة عدد الإصابات بالفيروس جعل كثيرين يتساءلون عن مدى فعالية قرار الحظر، خاصة وأن الحكومة تركت المواطن بين مطرقة الكورونا وسندان الجوع والفقر. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. دكتور حسن سلمان كما شاهدنا في التقرير تحدث عن تمديد حظر التجوال في الخرطوم وللمرة الرابعة. تخيل في الوضع السيء الذي تعيشه البلاد، ندرة في الوقود، ندرة في الغاز، الاقتصاد شبه منهار، تضخم أعلن عنه بأكثر من 114%، الدولة تقوم بطباعة النقود
الآن شوال القمح أغلى من شوال الذرة، اللجنة الاقتصادية لم تفعل شيء، فقط اجتماعات. كيف تلقى الشارع السوداني نبأ تمديد حظر التجوال وللمرة الرابعة دون أن يكون هنالك تقليل في عدد المصابين؟ والله يا أخي الشارع السوداني الآن ما بين مطرقة كورونا والتخويف من قضية العامل الصحي وقضية الموت الذي يجتاحه على الأقل من خلال الحالة الصحية، وما بين مطرقة الوضع المعيشي أو سندان الوضع المعيشي، وهي على الأقل دعني أقول الآن عالميا موضوع كورونا هو ما بين ثلاثة معطيات خارج السودان، ربما معطيين فقط، معطى الإنسان وصحته ومعطى الاقتصاد وتطوره، لكن في السودان أضف إليه معضلة جديدة وهي قضية الوضع المعيشي والفقر. يعني عالميا الآن كثير من الدول تكاد توازن ما بين الحالة الصحية والحالة الاقتصادية، يعني رجال الشركات يضغطون ويحاولون أن يمارسوا الضغط حتى تتحرك الشركات، والدولة تسعى إلى أن والله لا الحالة الصحية. عندك الآن في السودان ليست قضية، السودان قاعد على الكنبة، قاعد على الكنبة، والآن التقارير التي أقرأها في المجال الاقتصادي مثلا يكاد يكون بعض المحللين الاقتصاديين يقولون بأن نسبة الفقر الآن حاليا وصلت من 75 إلى 80% في الشعب السوداني. يعني في السابق على الأقل كان نسبة الفقر من 50 إلى 65، لكن حاليا مع أوضاع كورونا كثير من الأعمال متعطلة، كثير من رجال المال اللي على الأقل كنت تصنفهم بأنهم في الطبقة المتوسط على الأقل الآن هنالك تراجع. فعلى كل الآن الموازنة والمعادلة صعبة جدا ما بين كيف تستطيع أن تحافظ على صحة الإنسان وعلى وضع المعيشة أيضا، لأن الموت في النهاية إن لم يأتيه أيضا بالمرض قد يأتيه بالفقر والجوع يعني. فهذه الموازنة على كل العامل الثالث هذا في تقدير أصلا فاشلة فيه الدولة الآن بشكل كبير، قضية أن والله تنهض بالاقتصاد الكلي للبلاد، فلا أعتقد الآن عندنا تلك الرأسمالية الكبيرة والشركات والمصانع التي ربما يحصل. دكتور يوم ولا التبرعات ضاعت تقريبا. فهذه الإشكالية على كل كيف توازن الآن الدولة السودانية في إدارتها لمسألة كورونا ما بين هذه الأركان الثلاث حتى تستطيع على الأقل ألا تخرج المسألة من دائرة على الأقل الاحتمال. يعني قد يحتمل الناس مثلا شهر شهرين ثلاثة، لكن الآن خلاص المسألة دخلت إلى شهر السادس. دكتور حسن، لمعرفة تأثير الحظر اقتصاديا على البلاد أو على المواطن في السودان، الآن ينضم إلينا الدكتور محمد الناير الخبير والمحلل الاقتصادي. دكتور محمد الناير مرحبا بكم. مرحبا بغنى الطيبة وكل المتابعين. الله يحييك. اليوم أعلنت لجنة الطوارئ عن تمديد حالة أو تمديد الحظر لعشرة أيام إضافية. ما مدى تأثير الحظر اقتصاديا وخصوصا على المواطن؟ بالتأكيد هذا القرار في اعتقادي أنه غير موفق، وكان يفترض أن يكون الحظر جزئيا يبدأ من السادسة مساء حتى السادسة صباحا، أو من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وهذا هو الذي انتهجته كثير جدا من دول العالم المختلفة. ولكن الدولة تصر على أن يكون الإغلاق كاملا، لأن إبطال أمر كما هو عليه في العشر أيام القادمة كما كان الوضع مطبق في الأيام الماضية، ويعني أن يكون الحظر كاملا وأن يكون هناك ساعات محدودة من الثالث صباحا وحتى الثالث عصرا لتحرك المواطنين في إطار المنطقة الجغرافية التي يسكن فيها المواطن وليس أبعد من ذلك. وبالتالي هذا لا يؤثر إيجابا في قضية إنه الفئات الضعيفة والشرائح التي تعمل اليوم باليوم وأصحاب المهن الحرة وغيرها من الحرفيين وغيرهم، كل هؤلاء كل هذه الفئات تعتمد على رزق اليوم باليوم، تعتمد على العمل، وبالتالي كانت تضطر الدولة أن توازن بين الحماية الصحية بالنسبة لفيروس كورونا وبين النشاط الاقتصادي الذي يجب أن يعمل، لأنه الجميع يخسر الآن، الدولة تخسر الآن الأداء في الربع الأول، إيرادات الدولة 70 مليار جنيه والمتوقع كان 142 مليار، نسبة الأداء أقل من 50%، وكثير جدا من أنشطة الدولة تعطل بصورة كبيرة، وكذلك أيضا شرائح كبيرة من المواطنين ذوي الدخول المحدودة وذوي الشرف والمهن الحرة تأثروا بهذا الأمر. عمليا على أرض الواقع نجد أن الحياة في السودان طبيعية. طيب يعني دكتور، يعني دكتور قبل أن ننتقل إلى مرحلة الحياة الطبيعية، كيف يمكن لمثل هذه الحلول أن تحد أو أن تكون ناجعة وتعمل على الحد من انتشار مرض كورونا في السودان؟ أنا بفتكر أن الدولة كان عليها مسؤولية أن تهيئ القطاع الصحي وتستفيد من كل الدعومات التي جاءت من الخارج لمجابهة فيروس كورونا، وكذلك أيضا كان يفترض على الدولة إذا أرادت الإغلاق الكامل أن توفر للمواطن احتياجاته في المنزل
كثير جدا من الدول فضلت الإغلاق الكامل، ولكن كان لديها القدرة الاقتصادية على أن توفر مستلزمات الأسر، كثير من الأسر في المنزل، ولكن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية في السودان لا يمكن للدولة أن تقوم بهذا الدور. بالتالي يفترض كانت الدولة تعلن حظرا جزئيا من الثالثة مساء حتى الثالثة صباحا كما ذكرت، وتوجد معالجات الدولة لكثير جدا من شرائح المجتمع الذين يعانون من ارتفاع كبير جدا في الأسعار، معدل التضخم الآن الشهر الماضي بلغ أكثر من 114%، أي ثلاثة أرقام، وده مؤشر كان يجب على الدولة أن تنتفض لمعالجة هذه القضايا. هناك قرارات صدرت من اللجنة الاقتصادية العليا ولكنها جاءت متأخرة كثيرا، حيث أن عمر الحكومة الآن حوالي 9 أشهر أو ما يقارب العام، وكان يفترض أن تتخذ مثل هذه القرارات في وقت مبكر حتى تأتي وصولها للمواطن، ولكن يمكن أن تؤدي لتحسن، ولكن ليس في المدى القصير ولكن في المدى المتوسط والبعيد. نعم دكتور، برأيك هل هنالك دول نجحت في أن تعلن عن حالة الطوارئ واستطاعت أن توفق ما بين الحظر وتقلل من انتشار المرض، وبالتالي أن لا يؤثر ذلك في قوت المواطنين وكذلك في عجلة الاقتصاد في البلاد؟ بالتأكيد هناك دول كثيرة نجحت في أنها تجري إغلاقا كاملا مع تأمين كل احتياجات المواطنين في منازلهم، وهذه السياسة نجحت في فترة كبيرة، ولكن هذه الدول نفسها الآن بدأت تتخلص من قضية الحظر الكامل وتعلن حظرا جزئيا لفترة محدودة، فترة المساء، وبالتالي السودان هو الاقتصاد السوداني هو أكثر حوجة لمثل هذه القرارات التي تعلن حظرا يعني جزئيا من الثالثة مساء للثالثة صباحا، حتى تتيح الدولة الفرصة للذين يعملون أعمال حرة وغيرها من الأشياء أن يذهبوا لكسبرس، لأنه الشخص لا يمكن أن يجلس في البيت وينتظر وأولاده يحتاجين المأكل والمشرب وغيرها من الأشياء. بالتالي أنا أردت أن أقول قبل قليل أن الدولة تعلن حظرا كاملا وساعات محدودة للحركة داخل المنطقة الجغرافية، ولكن ما يتم على أرض الواقع عكس ذلك. الحركة الآن حركة شبه طبيعية، وتحركات النقل والمواصلات والأسواق تكتظب المواطنين، وبالتالي من الأفضل للدولة أن يكون قرارها متسق مع ما هو مطبق على أرض الواقع. تم، شكرا لك دكتور محمد الناير الخبير والمحلل الاقتصادي. دكتور حسن سلمان، سمعنا الخبير الاقتصادي يتحدث عن تأثير الحظر على الوضع على السودان بصورة عامة وبصورة خاصة على المواطن، خصوصا أن ما يقارب أكثر من 60% من المواطنين في السودان هم أعمال حرة، أي رزق اليوم باليوم. ف كيف تنظر إلى هذه الخطوة، وهل تظن بأنها ستنجح في الحد من، أو كيف يستطيع المواطن أن يوازن ما بين الجلوس في المنزل وأن يحصل على قوته؟ على كل أول، من حيث إلى أي مدى تستطيع أن تؤثر هذه الإجراءات على المستوى الصحي، هذه متروكة للزمن، من حيث أنه الآن نرى ما نراه على الأقل عمليا النسبة مرتفعة وليس هنالك تراجع، هذه واضحة جدا. نعم. لكن المؤكد أيضا في الاتجاه الآخر أن عملية الفقر وعملية الحاجة وحاجة الناس وعدم تغطيتها، مع أن هنالك محاولات على كل جزئية بذلت على الأقل خلال الفترة الماضية. نعم. وإلى اليوم أيضا كانت تقريبا في بعض الإجراءات على مستوى بعض الأحياء على الأقل في أطراف الخرطوم وغيرها، في على الأقل محاولة توزيع بعض الأشياء التي تساعد الناس الآن في 10 أيام القادمة، لكن أعتقد أن الأمر أعقد من ذلك، وكان بالإمكان على الأقل أن يتم نوع من الإجراءات التي على الأقل اتخذت في بلدان أخرى. يعني كثير من البلدان مثلا ركزت في إجراءات السلامة، في قضايا التباعد، في مسألة الكمامات، في النظافة، في أيام الأسبوع يكون هنالك دوام، أما في مثلا يكون هنالك هي مناصفة في الأسبوع، مثلا يومين في الأسبوع مثلا لا يتم فيها الخروج مطلقا كما هو في تركيا مثلا في بعض الإجراءات. أما أن يكون هنالك حظرا كاملا للناس وتحبسهم وتشلهم، هذه على كل مخاطرها على الاقتصاد واضح جدا كما تفضل الخبير الآن، ومشاكلها أيضا على تأثيرها على المواطن البسيط اللي هو على الأقل يعتمد على رزق اليوم باليوم أيضا ستكون بسيطة. أضف إلى ذلك بأن العامل الحقيقي اللي الآن تتجاهله الدولة للأسف الشديد ولا تجيب عليه، هي مسألة خلال هذه الفترة كلها أنت لم تستطع أن تحسن من الأداء الصحي داخل وزارة الصحة مثلا. دكتور، تحسين الوضع الصحي وكذلك الحظر هذا يعني أعلن أو مدد لأكثر من 3 مرات، هذه المرة الرابعة والنتيجة مرتفعة، فماذا يعني ذلك؟ هل يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات إضافية، أم أنها فقط تمدد في الحظر والحالات الكورونا تزداد في السودان والاقتصاد ينهار تماما؟
هي على كل مطالب أنا في تقديري مطلوب موازنة بحيث على الأقل تحافظ على الحالة الصحية. يعني أصلا الدولة في كل الأحوال لا يمكن أن تخلو من الحالات المرضية، سواء كانت حالات الأوبئة الحالية أو الأمراض الأخرى يعني. نعم. وبالتالي أنت كيف تستطيع أن توازن ما بين حركة الحياة المصحوبة أصلا بشيء من التحديات أو شيء من المخاطر؟ يعني ليس هنالك أصلا ما يمكن أن نقول بأن والله الحظر خلاص سيؤدي بنا إلى المعالجة الكلية، لأن كثير من الذين الآن مصابين على الأقل هم سيحبسون مع عناصرهم في البيوت، وبالتالي أنت بشكل أو آخر عندما تفك الحظر أيضا ستجد أن هنالك أعداد دخلت إليك يعني أصيبت في البيوت الآن ودخلت البيوت إليك. الآن أصبحت حاضنة للكورونا، على كل حاضنة للكورونا. فهذه المسألة على كل تحتاج إلى موازنة. فمثلا الآن بعض البلدان اتخذت مثلا إجراءات بالأعمار، مثلا ما فوق 60 وما دون 20 مثلا كل هؤلاء لا يخرجون مثلا، لما تقل هذه النسبة من الناس الفئات العمرية الكبيرة وهم بالتالي غير منتجين، غير منتجين، أحبس هؤلاء ثم ضيق مساحة أيضا الخروج مثلا لأصحاب الأعمار اللي هنا، بحيث بدل يعملون 12 ساعة جحلها أنت مثلا 8 ساعات، بحيث توازن ما بين إدارة الاقتصاد وحركته بشيء من طيب التحريك وما بين على الأقل الحفاظ على صحة الناس. دكتور، البعض يقول بأن الحكومة تتخذ هذه الخطوات لمنع الشعب من خروج للشوارع، خصوصا أن هنالك الآن تململ وسط أنصار قحط ويدعون للخروج في الشوارع، فإلى أي مدى تميل إلى هذه النظرية؟ على كل مسألة النظرية الآن حاولت أن أنظر إلى الأمر، يعني كيف يعني هذا الإجراء مثلا هم الآن مددوا إلى يوم 29 وكل المناشدات للإحتجاج يوم 30, يوم 30. نعم. فهل يعني هم خلاص يوم 30 هذه لا مانع عندهم إنه فلينزل الشارع، أم أنهم سيتحينون بدل أن يقال الآن أدخلوا هذه المدة حتى لا يتهموا على الأقل يوم 29 أيضا يجلسون مرة أخرى يأتوا بقرار جديد فيمدد؟ لكن في نقطة مهمة جدا وهو يعني جعلتني أنظر إلى أي مدى الانسجام في دولاب الدولة. نعم. وزير الشؤون الدينية يفتح المساجد ويقول بأن مساجد الخرطوم ستكون مفتوحة للمصلين في الوقت الذي أعلن فيه الوقت الذي مثلا الطوارئ معلن وزير الصحة، فكيف نقول هل الآن خلاص تريد أن يدخل الناس إلى المساجد فعلا؟ يذهب إلى المساجد وقد حبستموهم أنتم عن السوق. من الأفضل أن يخرج إلى المساجد بدلا من أن يخرج في يوم 30. على كل هي هكذا واضح أن هنالك إشكال حقيقي، يعني إما أنهم على الأقل كل يغرد على ليلة وليس هنالك تنسيق بين الأطراف الأخرى، أو على الأقل وزير الشؤون الدينية سيتراجع عن قراره التزاما بالحظر الذي على الأقل أصدرته الآن اللجنة العليا لجنة الطوارئ العليا. دكتور حسن، كيف تقيم أو تنظر إلى المواطن خلال أن يقضي هذه العشرة أيام؟ هل تتوقع بأن ينفجر السودان أو ينفجر الوضع خلال هذه المدة التي حددت لتمديد الحظر؟ على كل المواطن حقيقة أنا تواصلت مع الكثيرين يعني اليوم على وجه التحديد في كيف ينظرون المشهد. هم للأسف الشديد كما ذكرت أنا في البداية ما بين الشعور بالخوف من تداعيات المرض وما بين أيضا الحاجة والاضطرار الحاصل عليهم فيما يتعلق بمعيشتهم، ولكن أنا قضية الخروج والانفجار أنا أقول سيترتب على الوضع المعيش بشكل عام. يعني اليوم مثلا حسب ما عرفت أن الأفران مثلا لا زالت مزدحمة وأن قضايا الوقود فيها مشكلة، فإذا ذهبنا خلال عشرة أيام هذه والأمور بهذا الشكل ولم يحصل أي حل والناس محبوسة في بيوتها ربما يؤدي ذلك إلى الانفجار. أضف إلى ذلك من خلال رصدنا لحركة الناشطين أيضا ليس هنالك توقف بقدر ما هنالك اندفاع بشكل كبير جدا، وربما أيضا قد تكون هنالك قراءة أيضا الآن لكثير من التظاهرات العالمية اللي قاعد تحصل مثل ما يحصل الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف أن هؤلاء يحتشدون بالملايين والناس ربما بدأت يعني تحس بأن والله أنت إما أن تقوم وتخرج لتغير الواقع الذي أنت فيه، وإما أنك والله سيطالك على الأقل مرض الكورونا حتى وأنت في بيتك يعني. شكرا لك دكتور حسن سلمان. مشاهدي الكرام، يمكنكم مراسلتنا واقتراح بعض المواضيع لتطوير البرنامج، يمكنكم مراسلتنا على الإيميل المشهد.sd@gmail.com. بهذا مشاهدي الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المشهد السوداني. موعدنا يتجدد بعد غدا بإذن الله في مشهد سوداني آخر. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.